المغرب يعفي الجالية الملاقحة بشكل كامل من الخضوع للحجر الصحي. أوضحت وزارة الخارجية المغربية أن المواطنين القادمين من خارج المغرب والذين تلقوا تلقيحا كاملا سيتم إعفاؤهم من الحجر الصحي المفروض على القادمين من الدول المصنفة في اللائحة باء. وحسب منشور لها بموقع تويتر، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مساء اليوم السبت عن تحديث جديد للائحة الدول المصنفة باء، وأعادت السلطات المغربية تصنيف 22 دولة جديدة وإضافتها لقائمة الدول ضمن اللائحة ألف، وبالتالي سيصبح بإمكان الجالية المغربية المقيمة بهذه الدول السفر للوطن وفق شروط مخففة ودون خضوعهم للحجر الصحي المحدد في 10 أيام. كما قررت السلطات المغربية إعفاء جميع من تلقوا تلقيحهم بالكامل من الخضوع للحجر الصحي الإلزامي لمدة 10 أيام حتى ولو كانوا قادمين من دول تصنف في اللائحة باء.